السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا هتكلم معاكم، مش هعمل فيديوهات طبيخ ولا تنظيف ولا أي حاجة. أنا هتكلم معاكم شوية على حاجات لفتت نظري في اليويو، وعايزة وأسئلة جواي عايزة لها إجابة، فقلت اتكلم معاكم يمكن حد فيكم يقدر يجاوبني على الاسئله اللي انا بتكلم عليها. اول حاجه، في عالم اليويو في صدق ولا ما فيش صدق؟ اللي انا شفته من يوم ما دخلت عالم اليوتيوب وما فيش صدق، لا صدق ولا مصداقيه، لا في القول لا في الكلام ولا في الفعل ولا حتى في الصداقة اللي ما بيننا وبين بعض. فده أول سؤال عايزة الإجابة منكم، فعلا أنا غلط ولا أنا صح في عالم اليوتيوب؟ لا صدق ولا مصداقية، صح الكلام ده ولا غلط؟ تاني حاجة عايزة اتكلم برضو معاكم عليها، ممكن يكون في صداقة فعلا ما بين الناس اللي على اليوتيوب اللي فاتح قناة طبخ او معلومات او اي حاجة، واتكلموا مع بعض وتعرفوا على بعض وكان ما بينهم حاجات. هل ممكن فعلا يكونوا صادقين؟ هل ممكن فعلا ان احنا نحب ناس او نتعلق بناس ما عمرنا شفناهم، يدوب كلامنا معهم عبارة عن رسائل أو مكالمات صوت؟ ده فعلا يوجد فعلا في حاجة جوانا تشدنا لبعض ويبقى في حاجة اسمها صدق ومحبة حتى لو احنا ما شفناش بعض؟ ممكن ده ولا مش ممكن؟ هستنى برضو الرد والإجابة على السؤال بتاعي ده. تاني سؤال، وياريت فعلا الإجابة على التاني سؤال ده يكون بصراحة. تالت حاجة عايزة أسألها، في عالم اليوتيوب ليه الإنسان أو صاحب القناة إما بيكبر ليه ما بيبصش للأصغر منه؟ ليه؟ ما هو شاف اللي هو شافه وقد ايه صبر وقد ايه عمل. طيب ما انت ربنا كرمك واشتهرت وكبرت، طب ليه ما بتساعدش اللي اصغر منك؟ يعني انت او بالبلدي كده عندنا هتخس ايه لو اخدت بايد قناة ورفعتها جنبك؟ يعني ايه اللي هيجرى؟ يعني انا عايز افهم ايه اللي هتخس، هيأثر معك في ايه؟ هتدفع فلوس مثلا؟ هتغرم له حاجة؟ ده انت هينوبك صواب من اللي انت بتعمله معاه. مش يمكن هو فاتح القناة ده باب رزق، مش يمكن محتاج، يمكن عنده ظروف وربنا اعلم بظروفه. ما فيش حد فاتح قناة لليوتيوب لا تسالي ولا هزار ولا ضحك، كل اللي فاتحين قناة لليوتيوب فاتحها مصدر رزق. طب ليه لأصحاب القنوات الكبيرة ليه؟ ما ربنا كرمكم وكرمكم كده وكبر لكم قناتكم وطلعتم، فكروا في الناس اللي زيكم، ما هم برضو ناس وبني أدمين وربنا أعلم بظروفهم. دي حاجة برضو من اللي لفتت نظري في عالم اليوتيوب، إن الإنسان إما بيكبر بينسى خالص حياته اللي فاتت وقد ايه كانت في ناس فعلا بتقف جنبه وتساعده، وما بيفكرش الا في نفسه فقط لا غير، ويطلع ومش مشكلة ان هو يمد ايده لحد اصغر منه. ده برضو حاجة من اللي لفتت نظري في عالم اليوتيوب، القنوات الكبيرة وحبها لنفسها فقط لا غير. اتمنى برضو اجابة على السؤال ده. كده تلاتة. رابع حاجة بتكلم
عن الحب والتعليق بناس ما كناش نعرفهم، ما شفناهمش، ازاي نتخدع؟ هل ممكن ان احنا نتخدع في احاسيسنا ونحب ناس ونتعلق بناس تعرفنا عليهم وكان ما بيننا شغل وما بيننا مكالمات وما بيننا حاجة؟ ازاي واحدة زيي فاتحة قناة وعشنا فترة يا دوب مشاهدتنا على قد، يا دوب بنتعلم مع بعضنا، يا دوب معلومة بنستفيد منها، وفي الآخر يتناسى الحب والعشرة وتبعد تبعد ونسيت صاحبتها دي، نسيت صاحبتها دي اللي كانوا كده بقوا كده؟ هل فعلا في عالم اليوتيوب في خداع وفي تزييف وفيه كذب في كل حاجة حتى الإحساس؟ أنا طبيعتي، أنا بتكلم بطبيعتي أن أنا هنا فلاحة، إحنا هنا من فلاحين، فبتكلم في طبيعتي. فما دخلت عالم اليويو أو عالم اليوتيوب اتعلمت حاجات ما تعلمتهاش طول حياتي خلال السنة، أنا بقالي سنة في عالم اليوتيوب، اتعلمت حاجات ما تعلمتهاش طول حياتي. كنت ماشية ان في احساس وفي حب وفي تقدير وفي مد ايدينا لبعضنا وفي وفي ده كله اتمسح. ازاي؟ ازاي احنا خلاص وصلنا لدرجة ان قلوبنا ما عادش في قلوب، يدوب المصلحة فقط لا غير، وتنسى حتى اي مشاعر صداقة ما بينك وبين حد؟ دي حاجة برضو من عالم اليوتيوب. اي حد قناته صغيرة ما يستناش دعم من حد. انا هنا من دمياط وفي قنوات كبيرة معايا هنا من بلد من دمياط، ما بيشوف احنا من بلد واحدة، ما بيدوش نصيحة لحد، ما بيدوش معلومة لحد، ما بيقفوش جنب حد. فنفسي عالم اليوتيوب ده يتغير. ليه ما نمدش ايدينا مع؟ ليه ما نبقاش كده؟ ليه ما نساعدش بعض؟ ليه ما نكبرش سوا مع بعض؟ ليه انت اول ما بتشم نفسك او قناتك بتكبر، او انت اول ما قناتك بتكبر بتنسي اختك، بتنسي صديقتك، بتنسي شخص تعرف عليك وامنك؟ وازاي ازاي ازاي مش عارف. ده برضو سؤال من الاسئلة اللي اتمنى ان انتوا تجاوبوني عليه. واحب اقول برضو زي ما قلت من شويه للقنوات الصغيره، ما تستنيش دعم من حد. اللي يقول لك هقف جنبك، اللي يقول لك هدعمك، اللي يقول لك انا هكبرك، اللي يقول لك انا هديكي عصافير، اللي يقول لك انا هديكي مشاهدات، اللي يقول لك انا يعرفش ايه، ده كله كذب 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 كذب. في عالم اليوتيوب محدش لا بساعد حد ولا بيدي حاجة لحد، مجرد ان هو او هي عايزاكي حواليها وانت هتجيبي لها واللي هتجيبي لها هتجيبي لها، فهيتلموا حواليه، هو اللي هيكبر، هو اللي هيكبر او هي اللي هتكبر، وبعد هما ما يكبروا تيجي تدوري طب هي فين، طب فين الكلام، طب فين الوعد، طب فين؟ ما هتلاقيش اي حاجة من اللي انا بتكلم عليها. عشان كده بقول للقنوات الصغيرة، وأنا منهم، أنا لحد الآن لسه في شروط اليوتيوب، أنا منهم، مفيش حد بيساعد حد في عالم اليوتيوب، كله كذب، كله فعلا زي ما أنا قلت في أول الفيديو، لا صدق ولا مصداقية في عالم اليوتيوب. وأتمنى يا رب إن كلامي يكون غلط ولاقي فعلا حد بيقول لا ده فلان ساعدني، لا ده حد وقف جنبي،
اتمنى يا رب ان انا فعلا يكون كلامي غلط، وان انا اللي اتخدعت في ناس كنت فاكراهم اقرب ليا، وان فيه ناس فعلا بتساعد وفيه ناس بتقف جنب ناس. اتمنى يا رب ان انا اسمع اجابة من دي، عشان انا صدمتي الصراحة جامدة. واسفة ان انا طولت عليكم، ده كلمتين كنت عايزة افضفض معاكم بيهم من اللي انا شفته في عالم اليوتيوب. وزي ما قلت برضو، اتمنى يا رب ان انا اكون انا الغلط، وان في فعلا ناس بتساعد الناس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.